شلون صار زواجك بسبب تعليق على فيسبوك؟ احكي لنا التفاصيل. هلا وعلى هلا وبيج. أنا طبعاً خريجة ومن عائلة يعني مستوانا المادي كلش زين، والحمد لله والشكر يعني ما محتاجة أحد. بس أنا تعرفين يعني خلصت دراسة وماكو شغل ولا شيء، فظليت أسلي نفسي وأخلص وقتي كله على التواصل على الفيسبوك أكثر شيء. يعني صديقاتي زملائي كلها ضايفتهم، فدائما أسولف وياهم وأحكي وياهم. هاي يعني خلال سنة من تخرجت، فكله يعني إحنا نتواصل نتفق ونطلع جروبات. أنا على الفيسبوك مخلية صورة يعني نص وجهي مو كله، بس إذا عندي مثلا صور جماعية مع التخرج عادي ما عندي مشكلة إنه مسوين تاج إلي وصورتي موجودة وياهم، ما عندي مشكلة. فديوم من الأيام يعني أنا دائما أعلق يعني بصور زملاء، فيعني ضحكت على زميل وعلقت بيه، فأكو شخص سوى لايك التعليق مالتي. ما اهتميت عن الموضوع، جاني إشعار بس ما اهتميت. بعدين دخلي هو شفته يعني شكله ما شاء الله كلش يعني جميل، وسلم علي وممكن استفسار؟ قلت له نعم تفضل. قال انت تعرفي فلان؟ قلت له اي انا عرفه، كان زميل وياي. قال اي لعدانش عجب ما شايفك وياهم. قلت له شو وقت؟ قال يعني هالفترة أنا تعرفت عليه. قلت له لا أنا هالفترة يعني كنا بالكلية أكثر شيء نطلع، وهسه قليل نطلع يعني. قال يعني ما بتجي من الكلية؟ قلت له لا ما أجي. قال مو أنا مرحلة رابعة وراح أتخرج. قلت له أهلا وسهلا بك، أنا تخرجت العام. فظليت علاقتي صارت بي كلش قوية، ظليت أسولف وياه دائما وأحكي وياه، ويحكي لي شنو يصير بالكلية. مرة سألني سؤال، قال لي أنت ايش عجب مخلية يعني وجهك بالفيسبوك وصورك يعني ويا زملاء والبنات هماتين؟ قلت له شكوا بيها، شنو المشكلة؟ قال أهلك يعني ما يرفضون؟ قلت له لا أهلي عادي عندهم. قال أنا أحب هيك الشيء، واحد يعني متفتح وتشوفين حتى الدول العربية عندهم عادي يعني البنية تطلع وجهها، وخاصة بالكلية أو أي مرحلة. وإحنا بالعراق ما عندنا قليل، بس هسه الفترة لا جاية أشوف عادي البنات يخلون كل وحدة يعني عتها كيانها وعتها شخصيتها وشغلها وتنشر عملها وشي طبيعي. قلت له إيه أنا يعني أهلي بالعكس هم هماتين نفس الشي. ماكو بعد محافظة للأسرة، ما عندنا خصوصيات، ما عندنا يمكن قلة أسرة منغلقة، لأنه يعني خلينا من هذا المواضيع، إذا دا يريد يتغدى يصور غدا، شوفي ما عندنا بعد خصوصيات. أما بالزواج لا، اختار فلان من الناس، فلانة لأن حلوة شاف صورها، وهي تعرض صورها ما شاء الله بناتنا يعني أحلى شيء بيهن، ماكو خصوصيات، تعرض صورها إيش تلبس، تصور نفسها، ويعني هذا شوية إحنا عندنا حياة، إحنا إسلام، فاختارها زوجة كموديل، أو اختارها زوجة حتى يتباهى بيها، حتى يتباهى بيها قبال أصدقاء أو قبال قرايبة أو قبال بنات عمه أو وما شابه. أما البنية إذا اختارت الزوج لهذا الغرض فهذه مصيبة، لأنه أنا من أختار يعني من زوجي اختار بنية حلوة، اختارها زوجة حلوة يعني ما يخالف يستمتع بالجمال، حلو الله جميل ويحب الجمال إله، أولاده تطلع حلوة.
هو ما أشوف من أهله، يعني ما أعرف، كله ولد، أكو بس بنات كلش هواية، بس البنات اللي لايفهم واللي يعلقون دائما على الصور مالته يعني مبينين زملاء مو أهل، ماكو تعليقات أهل. المهم صار التخرج مالته، فطلب مني إنه أحضر بالتخرج، فرحت أني وكانوا هماتين زملائي كانوا ويا يعرفونه، فاجوي هم ما تفاجئوا من شافوني، قالوا اكيد يعني يدرون بي اني علاقتي خاصة ويا الولد حلول الزمالة والصداقة مو اكثر، ما عندي شي وياهم. فهو شافني بالحقيقة اكثر وانعجب بي اكثر، يعني سلمت عليه وهنيته وجبت له هدية ورجعت عادي. فهو نفس اليوم طبعا اني هماتين يعني من شفته احكيت الصراحه اني انبهرت بيه وشكله كلش حلو، يعني بحيث حتى تعرفين حفله التنكر ومخلينه هو الامير، يعني صف ما ادري شخصيه هيك امير، فكان كلش حلو. بس اني هذا مو اللي جذبني، يعني انا شفته متفتح يعني عقليته وهذه. فرجعنا نفس اليوم قال أنا انبهرت بيك، أنا ما كنت متوقع هالقد ناسكة وهالقد حلوة، وأنا كلش سعيد إني تعرفت عليك. قلت له أنا أسعد ويشرفني، وأنت هماتين ما شاء الله عليكم مرتب وصلي اليوم طالع أمير. قال يعني شنو هاي تغازليني؟ قلت له لا ما أقصد يعني، أو أقصد يعني شكو بيها، بس أنا يعني خلال ما شفته بالحفلة كان كلش يعني فري والبنات ياخذون وياه صور، وقلت يمكن عادي لابس زي. بس أنا الصراحة بديت أغار عليه لأنه من شفته أكثر. بعدين هماتين يعني ردت أطلع أنا وصديقتي، فظليت أقول له وش أسوي اليوم، هو شو يسوي اليوم، فعرف انه انا حطلع ويا صديقات، فقال ممكن اجي؟ قلت له مو احنا بس بنات، وقال بس اشوفك من بعيد واسلم. قلت له عادي تعال. هماتين صدق يعني، والبنات هماتين يعني شلون مثلناها انه صدفه شايفني وسلم علي. بدينا نضل نحكي كل شيء هواية ونسولف وصار تعلق، بس أنا يعني هواية أغار عليه، إذا نزل صورة وأشوف بناتي علقة رأساً أقول له هاي منو، امسحها، هاي لا تضيفها. هذا وارد، لأن هو مو بكيفه، هو إنسان جميل والبنات دائرة مدايرة، وهذا إنسان مو نبي، فأنت المفروض تتوقعين هذا من عنده، لأن هو ما ارتبط بيك بصورة قوية حتى تبنون أسرة، لا ما ارتبط هذا، حتى الحشا يعني ما يفتهمها وفاهمها، مبين الصورة ومبين الأساس على أي أساس بنت العلاقة الزوجية. يعني بقت هاي الحالة لحد ما هو امتحان وتخرج ويعني خلص الصيف، وتبقت هيك علاقتنا، تطورت صارت حب. أنا يعني طبعا أكيد أفكر بالارتباط والزواج يعني، وهذا هدفي، بس هو ما يحكي بالموضوع. فصديقتي قالت ليش ما تقولي له أنه أكو أحد جاي يتقدم لك، وأكيد هو من راح يعرف راح يخاف وهذه وراح يجي يتقدم، يعني هاي الخطة ناجحة. مرات يمكن أني هاي أشوفها يعني بالطريقة حتى واحد يحصل الإنسان اللي يريده، بس الكذب مو صحيح وحبل قصير. المهم قلت له أني أكو شخص راح يتقدم لي وأهلي موافقين، وأني بعد يمكن ما أقدر أحكي وياك وهم موافقين. فهو تخبل قال ما كنت رفضين بكل وسيلة. قلت له شو رفضت شو قلهم؟ قال قولي لهم انه اخو صديقتي راح يتقدم لي. والله انا هماتين قلت لنفسي هذا الكلام، ما قلت لأحد. قلت له يعني شو وقت تجون؟ قال انا الجمعة الجاية جايب امه وجاي. وصدق اجا وجاب امه
وتقدم لي وصارت الخطوبة. كنت أسعد إنسانة بالدنيا، يعني متصورين إنسان تحبي ويصير على سنة الله ورسوله. طبعاً أني أهلي الحمد لله ميسروا الحال، ويعني هم يعني كان المهر 25 ب 25، هو ما قال شيء فسجلوه عادي. صار الزواج، تزوجنا وما قلتش احتفلنا وقاعة وكل شيء، يعني كل الأشياء اللي هاي تشوفيها على الانترنت أنا سويتها، يعني حفلة الحنة وهو سوى حفلة حنة وكل هاي الصرفيات والأشياء اللي تشوفيها على الانترنت أنا كلها وصيت عليها وسويتها. يعني صار زواجنا أكثر من 25 مليون، وإحنا على الرغم إنه قاعدين ويا أهله بس كل شيء جبنا وسافرنا ورجعنا، حياة كلش حلوة كانت وسعيدة. رسولك في مهام فما للنفس ناصحة سواها، أنا أريد شيء أنا أمشي به، أنا أسعى به، حتى الصورة ما تتضخم قبالي، الكلمة من توصل إلك كلمة توصليها حشاش كلمتين توصل لغيرك 3 كلمات. فأني المهمة مهمتي، وهاي طبعا مهمة مو مهمة سهلة، هذا حياة. فأني من أخذت هذا الإنسان وحبيته، هي حبته يعني، وهي متمكنة، فهو ما حبها، لا هو راد يوصل بيها، ولو الكلام قاسي عليها إذا سمعتني، لكن هو راد يوصل بيها. وانتي تعرفين كل زين انتي إمكانيتك، أي واحد تأشري له يجيك. احنا شبابنا هذا الوقت ترى الزواج عندهم يعني نادر، لأنه الحياة صعبة. فأنت هذا المهر الضخم والمصرف اللي صارفته بالزفاف هذا شوية جذب انتباهي. طبعا هذا مو من عنده، لأن هو هاي الإمكانية ما يملكها. 25 مليون ماكو هيش حكي. أصرف 25 مليون على لعابة أنا ما أخذتها، هي حلوة ما أغار عليها، لعد هاي اللعابة أنا أحب هاي اللعابة أسندها وأوصلها، لأن هو راد يوصل براسك وأنت تحبيه ما يخالف، أوصله ما أغار عليه، ما أوقف عارض بطريقة حتى يبقى وياي. فجأة حسيت يمل، يطلع هواية ورا ما تخرج، هو ظل يشتغل ويا أصدقاء عندهم محلات بالمنصور يعني ملابس، بس هو هدفه غير شيء، إنه يصير موديل، لأن هو قانعينه بهذا الشيء، يقول له أنت شكلك ويلعب رياضة وجسمك أنت لازم تصير عارض أزياء. فظل يسوي وي شركات وي محلات هماتين، فنعرف يعني نعرف، وما أقدر أقول اسمه، بس ظل يصور، يعني يصور هنا، يصور مقاطع فيديو، يصور صور. أنا يعني كلش فرحانة بنجاحه، بس غيرتي نفس الشيء يا أختي، ما قدرت. إنه أتمنى دائما أروح ويا الكيشن بس ما يقبل، وهماتين أشوف واحد يعلق له أو شيء، رأسا أقول له سوي له بلوك، امسح هالبنية، امسح هذا التعليق. هو ما يطيعني طبعا، وهاي دائما هاي مشكلتنا أنا وياه، الغيرة. البنية إذا اختارت الولد لأنه جميل هاي كارثة، لأن هاي ما راح تبني أسرة، هاي اختارت صورة، اختارت لعابة. مثلاً الحالة اللي عندنا بنية مدللة، حالتها ميسورة، تملك من المال، فشافت فتشي حلو اختارته، حلو كررت، حلو بالحيلة زوجته، طبعاً بالحيلة. وهذا شوفي الأساس هش، بدايتها كذبة، لأن أنا إذا أريده وهو فلان من الناس، ترى هو هاس يعني، حتى إذا هي مكاذبة هو يقدم على زواج، لأنه هو يريد يطش، وهاي عندها الإمكانيات كلها تقدر تطلع ويطش بجالها وبجال فلوسها وفلوس أبوها، وهذا غلط. المرأة من تريد تتزوج تتزوج رجل، تتزوج غيرة، تتزوج إنسانية، باكر يربي أجيال، تتزوج إنسان يقدر يحافظ عليها، يحافظ عليها، عنده غيرة عليها، أكو نخوة لازم،
اكو رجال طبعا ما يخلي مرته تطلع باب الحوش، احنا هاي نرفضها وهي هاي صح صدقيني، هاي غير تلقوية عليها، هاي يخاف عليها، يخاف عليها من الهوى الطاير احنا مثل ما نقول. فهذا الزوج تقدرين تبنين مهما تكون الخلافات بيناتكم، تقدر تبني بأسرة، تقدر تبني جيل. لكن ما الآن أخذ واحد حلو لأنه البنات كل ساعة ما أخذوا ويا صور ومن جماله، وهذا إجا بغرض، إجا يريد يوصل المبتغى براسي وبراس فلوسي، أنا عندي إمكانية وهو عنده الجمال فطش. وشفتي أول ما صعد أول سلمة تركها، هاي بحد ذاتها خلاها تفهم أنه هو ليش أخذها، ماكو حب. الطريقة هاي مال السوشيال ميديا والفيسبوك وهاي شبكات التواصل الاجتماعي، هاي الأوهام اللي زرعوها هم كذبوا وصدقوا كذبتهم، ماكو حب. الحب يجي بالعشرة، الحب يجي بالتفاهم، الحب يجي بالاحترام، احترم الإنسانية اللي داخل هاي الإنسانة اللي راح تعاشرني وراح تمشي وياي هذا طريق، طريق نبني بيه على قولة المصريين طوبة طوبة. يعني برأيك هو السبب اللي بداية المشاكل هو الغيرة لو الشكل اللي يجذب؟ بس للتدريب الصراحة انه هو مو الغيرة، يعني هو يمكن لان شكله يعني حلو، ولو انسان عادي يمكن ما غار عليه اكثر، ما ادري انا هذا احساسي كان. هي مبالغ بها لان هي تعرف هو شنو، يعني هي اصلا قبل ما تتزوجه تقول انا ظلت من اباوة عليه ياخذن ويا صور، وهاي انت تعرفين اصلا اولياته، فهاي الغيرة المفرطة ما لها داعي، لان انت قبل ما يتزوجك كل ساعة تجيب بنية وتاخذ ويا صورة. لعد هذا اصلا هو موديل، هو باني هذا الاساس من البداية على علاقتك بي. فبقينا على هذا الحال لحد ما اجت عروض وقرر انه يسافر تركيا، اني رفضت انه اسافر وياه، اني هنايا ما مسيطرة، اذا اروح هناك شلون؟ هناك لا اندل لا اعرف احدا، صح طالعة وشايفة واعرف تركيا وحافظتها، بس تبقين انت غريبة ببلد ثاني. فأني رافضة فكرة السفر، بس هو بقى على نفس الحال، وظليت ازعل، ظليت اروح لاهلي ابقى اسبوع اكثر ولا يهمها. بيوم من الايام، هي هاي السبب المشكلة الرئيسية صارت بيها يعني الطلاق للأسف، حماتي أخته يعني ثاني يوم خابرتني العصر، أنا عند أهلي، قالت لي تزعلانة شنو مسوي وياك أخويا، يعني قالت اسمه ما أقدر أقول اسمه. قلت لها لا يا بان، لا أنا صح صرت زعل، بس هالمرة أنا جيت يم أهلي ماكو زعل. قالت لا، البارحة يتوسل بيك وتزعلانة ويحلف. وقلت لها شنو يحلف هاي بالساعة؟ قالت البارحة بالثنتين بالليل، أنا بالثنتين بالليل نايمة. قلت لها شلون سمعتي؟ قالت والله الغرفة كانت مفتوحة وأنا صعدت فوق لأن كان صوتها عالي، قلت خفت عليك، هي تحبني يعني شلون أختي الصغيرة. فأنا ما قلت لها يعني هاي مو أنا ولا بينت لها أي شيء، سكتت. خبرت رأسا قلت له هسه تجي تاخذني اريد ارجع. قال انا مشغول عندي شغل. قلت له ماكو، هسه تجي. ما اجى، قال لي طلبي تاكسي، وطلب التاكسي ورجعت. قلت ما يخالف. من رجعت قلت له البارحه شفتك اونلاين وباقي للصبح. قال كذب، انا كنت نايم. قلت له البارحه الثنتين بالليل. قال لا كذب. وطبعا ما يعني ما صدقني ولا اني يعني قدرت اسحب منه كلام، فبقت ببالي. بس اني هاي الفتره يعني اني عندي اخويا هو سندي الله يحفظه. انا ما شنو اللي صار بكثره الزعل او ممكن كثره انه تروحين لاهلك، شنو الموقف اللي صار؟ ما اقدر يعني أقول لأبويا أو أمي لأن خاف تكبر، ولا أقول لعيالي. قلت أني بيني وبين أخويا، فحشيت له كل شيء قال علي، أنا راح أراقبه.
بس انا هالفتره شنو عايشه برعب. المهم راقبه، جاب لي صور، جاب لي يعني طلعاته ويا البنات والشقه اللي بيانه، ويعني هواي اشياء، بس هو ما شايفه اخوي. ما اعرف شلون بعد هو اخوي، ما ادري يمكن امداز احد لانه اكيد يشوفه. المهم انا شفت هالاشياء اثباتات، روتي هي، قلت لها شنو؟ قال لي شو تتجسسين علي؟ تخلي تراقبيني؟ شلون تطلعين بدون اذني؟ قلت له لا طلعت ولا رحت ولا اجيت. لحد منو؟ قلت له ما اقول لك منو. هاي الاشياء شنو؟ قال شغل. قلت له يعني شغل هيك ميانه وهيك حركات وهيك اشياء، هذا شغل؟ انا ما ابقى وياك بعد. قال لي لا تبقين، وروحي وضربي راسك بالحائط. زعلت ورحت لأهلي، وقيت شهر كامل عد أهلي آني، لا يسأل ولا يخابر، بس عيالي خطية يتصلون ويسألون علي محتاج الشيء وما محتاج الشيء. يعني الحمد لله عايشة جاه أبويا وإخواني، وأبويا وأمي ما تدخلوا، قالوا هذا أنت اختاريتي وأنت قلتي هذا أخو صديقتي وأثقتك، وهذا اختيارك حبيبتي، احنا ما نتدخل. وكلامهم صحيح. ايش وقت قررت الانفصال؟ شهر كامل انا ما اعرف بيه، ولا بس اعرف اخباره من اخته، قلت لي راح يسافر تركيا لانه خلص راح يوقع العقد ورايح هو. يعني لو تلحقي لو ما تلحقي. فأنا بهاي الحالة شايفة اللحظة اللي وحدة ما رادت تخرب بيتها، رحت وراه، رحت له للمطار بالساعة هي نفسها. قلت له لو أنا لو السفر، وهذا آخر قرار أنا وياك. قال لي السفر، وعافني وراح. أنا هاي الفترة قلت لهم أنا أريد أطلق بعد، خلاص أنا ما أريده. الزوجة من تاريخ العقد هو تكون نفقاتها على الزوج، يعني بالقانون تستحق هي النفقة، بس في حالة أنه الزوجة إذا خرجت من البيت بدون علم زوجها وبدون إذنه، ومثلا استمرت ببيت أهلها مثلا، يعني وأكيد تكون ببيت أهلها، إذا استمرت مثلا فترة ببيت أهلها يعني بعصيان الزوج، بهاي الحالة أنه هي ما تستحق النفقة، وبعد الطلاق تسقط النفقة عنها. ولا باقي الحالات أنه هي لازم يعني نفقتها تكون على الزوج، الزوج مجبر أنه ينطي نفقاته، هو هذا الشيء ملزم به، يعني أول حق من حقوقها، واجب من واجبات اللي عليه. حسب الحالة المادية إلي، إذا كان مثلاً إنسان معسر أو إنسان ميسور الحال، حسب هو حالته المادية شلون تكون النفقة، يعني مو شرط فد مبلغ معين يعني. يا أما يكون باتفاق بين الزوجين يتفقون على فد مبلغ معين يكونون الاثنين متراضين عليه، يا أما مثلاً إذا رفضت الزوجة أو رفض الزوج أنه مبلغ معين يتحدد بيناتهم، بهاي الحالة المحكمة راح تحدد خبير قانوني حسب العمل مالته، شنو يكون عمله، شنو دخله المادي، المحكمة هي اللي تقدر أنه عن طريق الخبير القانوني القضائي. هو هناك بقيت عند أهلي، وحتى أروح لعيالي الصور وأروح أبات بغرفتي، بس أنا علاقتي به هو بعد مسافر. قلت لهم خلاص أنتوا تبقون أهلي وهذه، بس هو للأسف هو يعني اختار هذا الطريق، وهذا الطريق مو زين نهايته. بس أنا تفاجأت يا أختي بيوم من الأيام، يعني خلال سفرة خبرني بس بيحكي بطريقة حب، ولا كأنه ماشي صار. قلت له تتاركني واني انتظرتك، يعني تطلقني، تجي تطلقني وتروح، خلص الاجراءات. قال لي لا، اني هسه هنا أنا صار حسابي عالي على التيك توك، وعندي حساب كلش عالي على انستغرام، واني اريدك وياي نصير كبل. يعني شنو يعني مثل دول اللي يطلعون وهو وزوجته؟ قال ايه، ونسوي قصص وهذه، واعتبريها صفقة. موجودة وبكثرة، خصوصا هسه هاي شبكات التواصل، اوصل شوية شوية. اول مرة
الخصوصية مع العائلة تروح أروج أنه أنا أصور ولبست هاي، قلت كلام حشاش تافه ما يوصل، فأغلب المشاهير ما يوصلون الفكرة الجدية والفكرة اللي تفيد المجتمع، يوصلون التفاهات، فهذا يطش. من يطش شو يردون وياه؟ يردون وياه كابل شريك، فلازم يدور على شريكة. فإذا دور على شريكة لازم تكون متمكنة مثل الأخت، هو هذا مو حقيقي، هذا إحنا فبركة يسموها بعلم السينما، أنا ما دارسة علم السينما لكن ماخذين مصطلحات بسيطة، هاي فبركة. والشهرة تريد، الشهرة تريد رسمي مثلا، أكو أفلام تطلع ورا الفيلم شو يقولون؟ البطل خطب البطلة وراح يتزوجون، فصعد الفيلم، صعدت مشاهداته، صعدت عروضه بالسينما. البطل لا شافته خانها ويا فلانة من السينما، صعد أكثر الفيلم. وهكذا هاي الفبركة هي تأجج إعلام، بعد إحنا إعلاميين ونعرفها، إحنا نريد فد قنبلة، فشو نسوي؟ نجيب واحد من الناس من المشاهير، أخذ أفقر وحدة وما إلها دور، هذا شلون أخذها؟ فهذا صعدت مشاهداته لأنه عشاق هذا البطل هواية، وكلها حسدتها، شنو هاي تأخذها؟ شلون هاي؟ فشوية شوية ألفنا قصة عليها، راحت المحرمات، راحت الخصوصيات، راح الحياة، راح. وهكذا إحنا في دوامة إعلامية شوهت الحالة الإنسانية وشوهت المجتمع، وخصوصاً إحنا مجتمع عراقي، إحنا مجتمعنا منغلق مهما يكون الانفتاح، مجتمع إسلامي. إحنا بعدين وراء 2003 رغم هاي العقبات اللي صارت والحروب والنزاعات، إحنا وعينا دينياً، خلونا نراعي بناتنا، خلونا نفهم أولادنا الصح وين والخطأ وين. هاي الشبكات التواصل الاجتماعي غزت الأسرة العراقية، الأطفال بعد كل شيء ما يفتهم سكتته بالموبايل، فهذا راح يشوف أشياء خارج هاي الأسرة ما مألوفة، إلا أن شوية شوية يصير عنده هذا الشيء مألوف، فخرج تلقائيا من التربية. احنا شوية شوية دا يصير عندنا انهيار أسري وتفكك أسري بسبب هاي شبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الزواج اللي نسبة الطلاق صارت أكثر من 95% أو 95% بسبب هذا الشبكات التواصل الاجتماعي، بعدهم شهرين يروحون يتطلقون، فسببها أنه الزوجة وبهاي الطريقة. هو يعني طلبك للسفر بس أنت رفضتي، بقيتي على هذا الحال، وشنو اللي صار؟ جي صار الصدمة جديدة؟ انصدمت أني أنه خلاني يعني مثل البزنس أني، فقلت له إيه، وبعدين قال لي راح نكبر وراح نسوي عائلة، وأنت أصلا راح تعيشين بسعادة وتصيري مشهورة، وكل المشاهير هسه جاي يجون التركية وأكو ناس تدعمهم وتنطيهم فلوس، وأنا قدرت أوصل، وأنا وياك راح نصير أحسن كبل بالعراق، وإذا ما نوصل للوطن العربي. إي أكو هيك عقود بالنسبة لمشاهير السوشيال ميديا، مو بس المشاهير يعني، بالأشخاص الاعتياديين إذا يحتاجوها بعمل معين أو المصلحة معينة أو تصب المصلحة أحد الشخصين، هم أكو هيك عقود هواية يعني، حالات إنه يكون مثلا عقد باتفاق بين طرفين ومقابل إنه طلاق فترة معينة على مود يحصلون مثلا رواتب الرعاية الاجتماعية مثلا، حتى تكون باتفاق، حتى تكون مطلقة مثلا أمام المجتمع، إذا تكون مثلا حصلت لها مشكلة يعني شخصية. هواي أكو حالات اثنين متزوجين، أشخاص متزوجين على حسب الأصول وعندهم أطفال وعندهم أسرة، بس هم بالمحكمة بالقانون صاير طلاق بيناتهم على مود يأخذون راتب الرعاية الاجتماعية، وأكو عقد بيناتهم شرعي فقط اللي هم عايشين به، بس هم بظل القانون هم مطلقين. يعني هواي هيك حالات بالعقود يصير تلاعب أو مثلا تزييف بالحقيقة. قلت له وشنو اللي يثبت لي هذا الشيء؟ قال شوف فلان وفلان، ودز لي الرسائل، وقال لي اذا انت تزوج، وقال لهم لا انا عندي زوجتي. انا انصدمت يعني، شنو هذا؟ يعني احنا دول المشاهير من نشوفهم دول كله تمثيل،
أنا صح هو زوجي، بس إذا أخدع نفسي إذا أروح أمثل وياه بهذا الشيء، فوق ما أني يعني راح عافني على مود أشياء وعلى مود صداقاته ويا بنات، بعدين نخدع الناس بقصص مو حقيقية وإحنا انتهى الحب وكل شيء بيناتنا والعشرة انتهت. المهم رفضت تاني مرة ثانية، هو من رفضت حقد وياي أكثر، أجا طلقني بس بشروط تتنازلين على كل شيء. قلت له شنو هي كرامتي لو 25 مليون أخذها وما أريدها، وتعرفين الذهب وتعرفين كل شيء يعني غرفتك وما أعرف كل شيء تعرفيهن. قلت له عادي أتنازل، بس عمي أبوه ما قبل، قال حرام علينا وانت يعني مو خوش كل هالزيحة، هذه حقها البنية ولازم تاخذ المقدم. قلت له عمو انا ما محتاجة والحمد لله وشكر، اهلي ما يخلوني محتاجة، بس قال لي لا بابا هذا حقك ولازم تاخذينه. فاخذت الغرفة والذهب مالتي، يعني هو اللي احنا كل نص صرفناه على الحفلة مالتنا وهذه، فاخذته. بعدها ردت اسوي نفقه، طبعا اني ما الحمد لله ما محتاجه، بس قالوا لي هذه حقوق وحتى يحس انه طلاق مهين، بس هو سوى لعبه واني ما فهمتها الصراحه. قالوا انت ما دام سافرتي وياه، العفو ما دام انت ما سافرتي وياه فمالك حق بالنفقة. إذا خرجت من دار الزوجية بدون علمه وبدون موافقته، بهاي الحالة إيه تسقط عنها النفقة؟ يعني باعتبار أنه هذا خروج غير مبرر، يعني مو مجرد أنه بس البعض من النساء أنه يعني أو من الرجال أقصد، تكون مثلا هو موديها البيت أهلها، أو هو قال لها ممنوع تجين للبيت، أو هو مثلا يقول لها خلاص انتهت علاقتنا الزوجية ورجاء أروح البيت أهلك، وهو يوديها ويمتنع عن تأدية النفقة إلها. هواي حالات هيك صارت. بهاي الحالة المحكمة أكيد راح تحكمه بالنفقة، لأنه أكيد هي راح تجيب إثباتاتها أنه هو اللي سوى هذا الشيء، مو لأنه هي عصته وطلعت من دار الزوجية. وهو أي هو بكل الأحوال المرأة ترى ما تطلع بدون سبب وعاصية زوجها، يعني تعرفين أنه الرجل ما من المعقول أنه تطلع بدون ما تقول له انه يكون هو موجود. اكيد انه اكو فد مشكله عائليه تكون او فد سبب انه هي طلعت على مود او صار مثلا اختلاف بيناتهم. انتم خلص مالي يعني هذا شنو اللي يقول القانون ايش يقول؟ انتم بس خلي اثبتكم اني ليش ما اردت اسافر وياه؟ قال حتى لو انه هذا لازم تطيعينه زوجك وانت رفضتي انه تسافرين وياه وطلعتي من بيت الزوجية وأنا قاعدة ويا عيالي، يعني لفقوها علي كل على ون ما ينطي نفقة، لأنه هو هناك يقولون تركيا يعني يا دوب يعيش نفسه. قلت لهم ما أريده ولا أريد نفقته ولا أريد أي شيء. لا مو صحيح، هذا حقها. يعني أنا دائما أحكي بهذا الموضوع، أشوف يعني مو بس الزوجة أنه اللي تتنازل، أشوف حتى إذا ما تنازلت أشوف الأزواج أنه يبذلون المستحيل ويسوون المستحيل في سبيل أنه ما ينطيها حقوقها الزوجية. زين حقوقها الزوجية هي شنو إذا مؤخر الصداق أو النفقة الماضية أو نفقة العدة مقابل أنه هي الزوجة أنطتك عمرها؟ يعني هي الزوجة بذلت لعمرها، انطت عمرها، تركت بيت أهلها، ضحت بهواية شغلات يعني على مودة. يعني شنو هو مؤخر الصداق مقابل أنه ينطي هياب؟ وإذا انتهت الحياة الزوجية وإذا صار انفصال وإذا صار شنو هي هاي المبالغ اللي هي هاي رب العالمين يعني وبالشرع وبالقانون انفرضت عليها؟ يعني هي حقها، هذا حقها القانوني وحقها بالشرع وحقها بكل الأحوال. المحكمة لازم محكمة تأخذ تحقيقات والتدقيقات اللازمة بهذا الموضوع في حالة صار مشتكي، يعني أحد الأطراف اللي هو الزوج أو الزوجة مثلا اشتكى بهذا الموضوع أو أقام دعوة تخص هذا الموضوع، المحكمة تأخذ إجراءاتها. بس إذا هم مثلا ما حد يخطي أو ما حد يقيم دعوة بخصوص هذا الموضوع، المحكمة شلون تعرف؟ يعني صعب عليها انه تعرف شنو الاجراءات اللي تصير بكل عائله، شنو اللي دا يصير. يعني المحكمه مثلا الا يعني القانون مثلا مو هو اللي يطبق نفسه، الناس هي اللي لازم تطبق القانون. والله هي نصيحه واحده انا يعني تعاطفت وياها، لانه انا امراه
وهي حبت، لكن حبت بصورة خاطئة. نصيحة لها أنه تفكر صح بعد، وكل خطوة تحسب لها 100 حساب، كل خطوة تباوع على الأرض خاف أكو حفرة. إحنا يقولون يعني لازم ناخذ حذر من المطبات، فلازم تاخذ حذر بالاختيار. الاختيار صعب، وخصوصا هي ثاني مرة راح تصير، فإذا اختارت خطأ مو إلا على هاي الشبكات. أنا هسه عايشة ويا أهلي، ويعني حد الآن ما اشتغلت، بس أفكر إنه أشتغل. بس يعني إخواني وأبوي يقول لي ما محتاجة أنت، بس قلت لهم شوية أغير من روتين، أنسى الماضي. ولو أني الحمد لله والشكر أحكي لك، بس أني أبد ما عندي فتشي انكسار أو شي حزن عندي. صح هذا الإنسان حبيته، بس جاي أشوف إنه هذا الحب كان مو صحيح. شنو يعني حب مال فيسبوك لو حب مثل هذول اللي هسه يصيرون هم بلوجر لو شيء. الحمد لله ما خدعت الناس، واني كلش افتخر بنفسي لانه ما صرت مثل البقيه اللي هسه اكثر العالم مخدوعين بيهم. انت قلتي لي اني هدف عندي من المشاركه وياك بهذه الحلقه، احكي لنا شنو الهدف؟ ردت اشارك وياك حتى الكل يفهم، حتى الكل يفهم انه هذول لا تصدقون بهم كل شيء. ترى انا شفت بعيني وشفت الاثباتات وشفت هذه الرسائل، هي نسخة كذب. وهذا اللي خلاني اصر على الطلاق من شخص ممكن يبيع كرامته ويخلي زوجته هي لعبة للناس، وش يريدون الناس وشنو اللي يعجبهم يمثل للعالم بيهم. أنا متوقعة هذا، لأنه إحنا أغلب بناتنا صار صديقها هذا الموبايل، فاختيارها انحصر هنا، فلازم تختار منها. فحتى إذا اختارت هنا عسى هو أن تجي عدلة وياها، فلازم تختار صح. حتى إذا من هذا الشبكات التواصل أكو ناس طيبة، أكو ناس يعني ولد عشائر وولد أوادم ويحافظون على المرأة، احتمال اختارها الشخص ما يختارها المالها. شوفي سبب انهيار الأخلاق عندنا يمكن المال، إذا قل هواية انهارت أخلاقنا، وإذا زاد هواية انهارت، راح يكون اختيارنا خاطئ. وأحلى شيء بالاختيار هو الحب. صدقيني الرباط القوي اللي يربط هاي الأسرة هو الحب والاحترام، اللي احنا هسه افتقدناه بهذا الجيل الجديد. الحب والاحترام هو اللي يأسس دولة، لأن الأسرة دولة راح تمشي بقانون واحد، والأطفال راح يمشون بهذا القانون. احنا خلينا نأسس هاي الأسرة صح، وننظر إلها أنه باكر يصير طفل، ما ننظر أنه احنا راح نسافر ونلبس بدلة. وهاي العرس مو بدلة، الزواج مو بدلة، الزواج أطفال، الزواج مستقبل، الزواج آني واختياري، مو أني حتى ألبس البدلة وأشوف هذا الحلو وأتباهى بيه قدام صديقاتي. لا، خليني أخذ واحد مو حلو حتى أبني بيه أسرة، يكون إنسان وياي ويكون يخاف الله بيه وبأطفالي. هذا الصح.